يلا السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن موضوع كده جنرال، يعني هيتكلم عن البوست اوبراتيف كومبليكيشنز. سامعين كده؟ طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بعد اي عمليه عندنا ان جنرال على كل العمليات؟ الايلوز بتاعنا ايه؟ في نهاية المحاضرة ديت لازم نعرف الموست كومن بوست اوبراتيف كومبليكيشنز كليستة يعني، و هاو تو دايجنوز، ونشوف اللايف ثريتنينج كومبليكيشن وازاي نعمل لها الفيرست ايد ميجرز، والحاجة التانية ازاي نعمل بروفلاكسز وازاي تو تريت هاو تو تريت كومبليكيشن. أول حاجة هنبتدي بالبوست اوبراتيف كومبليكيشن، هنقسمهم. يبقى احنا عرفنا الاي لوز بتاع المحاضره بتاعتنا، عايزين نعرف الليسته بتاع الكومبليكيشنز ايه اللي ممكن تحصل بعد اي عمليه، وهاو تو دايجنوز وهاو تو تريتمنت، وازاي نقدر لو نعرف نعمل بروفلاكسز ولا لا. الليسته بتاعتنا بتاع البوست اوبراتيف كومبليكيشنز عندنا في لوكال، ده في الوند بتاع العمليه نفسه، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الوند نفسه، وعندنا جنرال بوست اوبراتيف كومبليكيشنز يعني كومبليكيشن في اذر سيستم بعيد عن مكان العمليه، وعندنا كومبليكيشن سبيسيفيك لكل عمليه. البند الاخير دوت هيبقى خاص بكل عمليه مش هنشرحه، هنتكلم عن البند الاولاني والبند الثاني. طيب جنرال بوست اوبراتيف كومبليكيشن الليسته بتاعتهم اهيت، هنتكلم عليهم عن كل واحده بالتفصيل بعد كده. بصوا اول حاجه بوست اوبراتيف فيفر، العين يبقى فبرايل، ممكن العين يجيله بالمونري كومبليكيشن زي شيست انفكشن، نمونيا، بالمونري امبوليزم، ممكن يجيله جاسترونتستاينال كومبليكيشن الياس هيماتيمسيس ميلينا وات ايفر، ممكن كولابس، ممكن كاردياك كومبليكيشن زي الام اي، ممكن رينال كومبليكيشن زي رينال فيلير، ممكن ثيرمال ريجوليشن زي الهايبو والهايبر ثيرميا، ممكن ميتابوليك، وممكن نيورولوجيكال. هنتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل بعد كده، بس دي الليسته بتاعتنا. ده جنرال بوست اوبراتيف كومبليكيشن بعد اي عمليه. طب اللوكال بقى ده عباره عن لوكال كومبليكيشن في الوند نفسه بتاع العمليه. الليسته بتاعتها هيماتوما، سيروما، انفكشن، ووند ديسينس، ايفيسريشن اند انسيجنال هيرنيا. هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل بعد كده. هيماتوما يعني ايه؟ كلمة هيماتوما يا اولاد عبارة عن abnormal collection of blood، زي ما انتم شايفين عندنا ووند اهوت وفي سيوتشر وفي سويلنج. السويلنج ده معناه ايه؟ ان في عندنا هيماتوما under the skin، collected under the skin. يبقى هيماتوما is abnormal collection of blood، الايتيولوجي بتاعها في امبيرفكت هيموستيزيس. امبيرفكت هيموستيزيس يعني ايه؟ يعني الجراح هو شغال بيبقى فيه ماينور بليدرز صغيرين كده، ارتريولز صغيره، المفروض يعني تعمل لهم هيموستيزيس بالكوترايزيشن بالليجيشن وات ايفر. برضه في سبب تاني مش مكتوب، العيان يكون عنده بليدنج تندنسي، العيان نفسه عنده بليدنج تندنسي من قبل العمليه وما تحضرش كويس، خاصه في العيان في الارجنت اوبريشن. يبقى نشخصه ازاي؟ العيان عنده ديسكلاريشن اوف ذا ووند ايدجز، او نلاقي فيه بلاد ليكينج ثرو ذا سوتشر زائد بلاد ذا سويلينج. هاو تو دو بيرفلاكسز؟ نعمل كيرفول هيموستيزيز، ولو العمليه الكتف هنعمل جود بري اوبراتيف بريباريشن لو العيان عنده بليدنج تندنسي. طيب هنعالجه ازاي العيان دوت؟ لو هي صغيره الهيماتوما، لو هي صغيره الهيماتوما زي دي كده نمشيها كونزرفاتيف، جود انتيبيوتيك، انالجيزيك، انتي انفلوماتوري، ويل بي ابزوربد، هيماتوما ويل بي ابزوربد. طب لو هي هيماتوما كبيره، لا هنا شود بي ايفاكيويتد، شود بي ايفاكيويتد، والايفاكيويشن ممكن يكون الترا ساوند جايدد، ممكن يكون اوبن، نفتح الجرح تاني ونفضيه. يبقى اول كومبليكيشن ممكن تجي لنا
من اللوكال كومبليكيشن هيماتوما. يحصل هيماتوما at the site of the operation under the skin زي ما احنا شايفين كده، في swelling وفي discoloration red discoloration، وممكن نلاقي في blood leaking through the wound. الكومبليكيشن اللي بعديها زي دي كده، شايفين في swelling اهو، هو ده old operation والسكار هيلد لكن في swelling، بيسموها سيروما. هي ايه السيروما ديت؟ عبارة عن collection of serum and liquefied fat under the incision. نلاقي الجرح هيلد خالص والستيتشز ريموفد لكن في عندنا swelling. السويلنج ده بيسموه سيروما لأن هو عبارة عن collection of serum and liquefied fat under the incision. ودي بتحصل نتيجة للدستركشن اوف سبكوتينيوس فات. العينين التخان بالذات عندهم سبكوتينيوس فات كتير مع تشو انسيجن بتاعنا بتاع العملية، بيحصل وبالذات لو هنعمل فلاب سكين فلاب بنوسع السكين عشان نقدر نشتغل، فبيحصل دستركشن للفات ويطلع لنا السيرم والليكوفايد فات، ده يعمل لنا وات از كولد سيروما. هو الكلينيكال العيان يبقى ما عندوش لا إريسيما ولا تندرنس ولا هوتنس ولا حاجه خالص، جاست سويلنج. وهي مدينا امثله اهيت كومن افتر ماستكتومي اكزيلري اند جرويد ديسكشن. والتريتمنت بتاعها برضه كونزرفاتيف اور دريلش. كونزرفاتيف نمشيها كونزرفاتيف باي ميديكال تريتمنت ويل بي ابزوربد. اذروايز نو انفكشن كان بي تريتد باي كونزرفاتيف تريتمنت. او ممكن نعمل اسبيريشن زي ما قلت لكم الترا ساوند جايدد، ممكن نفتح الجرح ونفضي السيروما دي خالص ونحط درين ونقفل الجرح تاني. طب لو احنا ما عملناهاش، لو هي كبيره وما عملناش والجسم ما عملش ابزوربشن الفات، هيحصل لنا الكومبليكيشن اللي جايه بعد كده اللي هي الووند انفكشن. يبقى تالت كومبليكيشن ووند انفكشن، بيسموها سيرجيكال سايت انفكشن SSI سيرجيكال سايت انفكشن. It is infection that occurs at the operative incision site within 30 days after surgery. في الشهر الأولاني بعد العملية. Classification of surgical site infection بيقسموها according to the depth of the infection, according to etiology, according to time of occurrence, according to severity. ده according to the depth of the wound. For example, this is an abdominal wall. The normal anatomy بتاع skin, subcutaneous tissue. بعد كده في deep soft tissue اللي including the muscle and fascia. بعد كده البريتون. وبعد كده the abdominal organ and the abdominal spaces. Abdominal organ, intestine, spleen, whatever. Abdominal spaces زي the subphrenic space, زي the baracoid space, زي the pelvic space. طيب نيجي بقى بيقسموها لثلاثة infection. Superficial وديب وorgan or space surgical site infection. Superficial including skin and subcutaneous tissue. Skin and subcutaneous tissue only. This is what's called superficial surgical site infection. لو ديب ديت including الديب muscle والفاشيا واكستندنج بعد كده فوق او تحت. الكاتيجوري الثالث اللي هي الorgan and space surgical site infection، بيحصل infection في الانترا ابدومينال اورجان او السبيسز زي السبفرينك سبيس باراكوليك بلفيك اند سو اون. يبقى this is anatomical classification. superficial surgical site infection بقى زي ما قلنا occurs within 30 days after the operation، ممكن تحصل في خلال الشهر الاولاني و involves only the skin and the subcutaneous tissue. It includes one of the following clinical criteria بتاعتها بقى. Number one في بس discharge is present، تلاقي الجرح بيجيب صديد، ادي واحدة. تاني واحدة لو خدنا culture من الفلويد دوت هيطلع positive، نلاقي فيه بكتيريا positive، يبقى organism are isolated from the fluid and the tissue of the superficial incision. الحاجة التالتة بيبقى عندنا في signs of inflammation اللي هي البين والتندرنس والانديوريشن والريسيما
ولوكال ورمز اوف ذا وند. دي ساينز اوف انفلاميشن. يبقى العيان هيبقى في عندنا الشرش من الوند نفسه، هنشوف في الصور بعد كده. لو خدنا كالشر من الفلويد دوت هيطلع بوزيتيف في بكتيريا يعني. والحاجه الثالثه يبقى في عندنا ساينز اوف انفلاميشن زي البين، تندرنس، انديوريشن، ريسيما، لوكال ورمز اوف ذا وند. واخر حاجه بقى ان الجرح يتفتح خالص. انت عارفين لما بيحصل انفكشن في اللايرز يا اولاد السوتشر بتبقى يوزلس خالص، تلاقي السوتشر اللي احنا خدناها يوزلت بتفك لوحدها. انا بيحصل تشو اديما ونكروزز في الايدجز، فالسوتشر اللي خدناها ما بقاش ليها لازمه خالص، في الجرح بيفتح. دي برضو نفس القصه، دي سوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن، وقلنا مكانها فين؟ في السكن والسبكوتينس تشو. الديب بقى انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن، واحنا قلنا ديب وانسيجنال، انسيجن يعني از سايت اوف انسيجن، في مكان العمليه بتاعتنا، في الجرح بتاع العمليه، مالناش دعوه باي انفكشن ثانيه. تمام؟ ديب انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن بقى قلنا بتحصل في المصل والفشه اللي حواليها، وكان اكستند فوق واكستند تحت. ودي بتحصل برضه في خلال الشهر الاولاني من العمليه، لكنها كان اكستند تو 1 يير اف امبلانت از بريزنت، يعني استخدمنا سينثيتك ماتيريال زي مثلا عيان عنده هرنيا حطينا له مش. المش ده سينثيتك ماتيريال. ممكن الانفكشن فيها تحصل لحد 1 يير. مش مجرد شهر بس. لأن ده عبارة عن فورم بودي. الديب سوفت تيشو انفكشن اللي هي قلنا انكلودنج الفاشيا اند اور ماسل اوف ذا انسيجن. ونفس الكرايتيريا هتلاقيها موجوده برضه زيها زي السوبرفيشال. يبقى عندنا الشارج از بريزنت فروم ذا ديب انسيجن بات وذاوت اورجان اور سبيس انفولمنت، يعني هي لوكالايزد بس للديب تشو. بيحصل عن فيها حاجه كمان فيشال ديسينس. فيشال ديسينس يعني الفاشيا سيبريتد، الغرز اللي احنا خدناها زي ما قلنا قبل كده في الجرح مع الانفكشن بيحصل نكروز للايدجز واديمه، فالغرز بتبقى لوز وبتفك لوحدها، فالوند بيبقى جابد. جابد يعني فتح. ايه الحاجه اللي بعد كده؟ لو الانفكشن اكستندد ديب ممكن نلاقي فيه ديب ابسس. العيان عنده ديب ابسس يبقى لوكاليزد كلينيكالي اند راديولوجيكالي فور اكزامبل باي ابدومينال التراساوند. organ or space surgical site infection بقى ده بتحصل برضه في خلال الشهر الاولاني وكان extend to 1 year if an implant is present زيها زي الديب انفكشن. ودي زي ما قلنا it involves an anatomical structure not opened or manipulated during operation، يعني مثلا العمليه بتاعتي في الابر ابدومن whatever cholecystectomy whatever the operation يعني ممكن يحصل كوليكشن بلفيك كوليكشن تحت خالص في البلفس. انا عمليتي مش بعيد خالص عن البلفس ابر ابدومنال سيرجري يعني، لكن عندها كومبليكيتد باي انفكشن والفلويد او الكوليكشن ده تراكنج داون وورد في الباراكوليك سبيس ونزل تحت لحد البلفيك كوليكشن، او يمكن يطلع لفوق في السب فرينيك سبيس بيعمل لنا سب فرينيك ابسس. الكرايتيريا بتاع الاورجان اور ديب اور سبيس سيرجيكال سايت انفكشن بيبقى عندنا برضو الشارج، بس الشارج هنا ممكن يطلع من الوند لو اكستند بقى الانفكشن لفوق، او ممكن يطلع من الدرين. يطلع الدرين احنا عندنا انترا ابدومينال درين، بنحط زي تيوب درين انترا ابدومينال وتطلع لبره عشان تطلع الكوليكشن دوت. الكوليكشن اللي طالع لبره دوت يعني هنشوف بقى الكالر والاودر والاماونت وهكذا. لو هو سيرس كده او حاجه يبقى ده ما فيهوش مشكله. بدا يحصل فيه انفكشن يبقى هنا جانا انفكشن، يبقى نزفوق هنشوفه عباره عن ايه؟ بس كوليكشن يعني. يبقى ده حصل انفكشن على طول. ولو خدنا كالشر من الفلويد دوت يطلع بوزيتيف، وممكن نلاقي فيه ابسس في الديب انتر ابدومينال سبيسز اللي احنا قلنا عليها دول، السفرينك ابسس، باراكوليك ابسس and pelvic abscess. وديت diagnosed by radiologically by ultrasound or abdominal CT.
ازاي بقى نستبعد؟ احنا شخصناها خلاص العيان جاله بوست اوبراتيف انفكشن وشخصناها، ازاي نعمل بروفلاكسس بقى؟ ليه نحاول نقلل على الاقل الانسيدنس بتاع السيرجيكال سايت انفكشن؟ عندنا حاجات بري اوبراتيف وحاجات اوبراتيف وحاجات بوست اوبراتيف. بري اوبراتيف اول حاجه شورت بري اوبراتيف هوسبيتال ستي، هوسبيتاليزيشن اوف ذا بيشنت شود بي مينيمم، لازم نقلل فتره الهوسبيتاليزيشن بتاع العيان تو ا مينيمم. ليه؟ لان الهوسبيتال اكوايرد انفكشن في اي مكان يا اولاد في العالم عاليه. هنا عندنا العيانين المصريين يحبوا يقعدوا قوي في قبل العمليه وبعد العمليه وسيبني كمان يوم وبتاع والقصه ديت، ده غلط، لان هو ممكن ياخد هوسبيتال اكوايرد انفكشن وهو مش عارف. عشان كده بري اوبراتيف طول ما العيان يقدر يعمل بري اوبراتيف انفستيجيشن بتاعته از اوت بيشنت يبقى كويس. العيان يفضل رايح جاي كاوت بيشنت يعمل انفستيجيشن وتشوفها وتدي له اوردر تاني يعمل انفستيجيشن تاني او لحد ما يبقى جاهز، يبقى ادميتد ات ذا نايت اوف ذا اوبريشن. مش يبقى محجوز قبلها باسبوع واسبوعين وياخد له انفكشن هوسبيتال اكوايرد انفكشن. الحاجه الثانيه افويد بري اوبراتيف شيفنج، الحاجه الثالثه ان العيان ياخد بري اوبراتيف شاور، الحاجه الرابعه العيان ياخد انتي بايوتيك بروفلاكسز هو انديكيتد. طب في العمليات، العمليات هنمشي على الاستنراليزيشن بتاع العالم كله، السكرابنج والجاوننج والماسكينج، يعني كل الناس تبقى لابسه السكرابنج بتاع العمليات والجاون بتاع العمليات والماسك يبقى لابسينه، والاستنراليزيشن بتاع السكين بريباريشن بتاعنا، واي عيان عنده هاند انفكشن نوت الاود، اي ستاف زي دكتور او ممرضه او خلافه عنده هاند انفكشن نوت الاود تو ورك ان او ار، ودورينج ذا اوبريشن مينتين نورمال بلاد جاز اند بودي تمبريتشر، ما يبقاش العيان هايبوثيرميك مثلا في العمليه، العمليه بتقعد 5 6 ساعات، لا لازم كل الفيتال ساينز بتاعتنا تبقى ستيبل، سواء بقى بلاد بريشر بلاد جاز بلاد تمبريتشر اند سو اون. والحاجه الخامسه سيرجيكال ساوند سيرجيكال تكنيك. طب بعد العمليه، ده عرفنا قبل العمليه ممكن نعمل ايه للعيان واثناء العمليه. طب بعد العمليه، العيان عمل العمليه بيطلع في اوضه جنب اوضه العمليات على طول اسمها ريكفري روم، لحد ما يبقى كومبليت ريكفري، العيان يبقى فايق وكونشس والرت وفايتال ستيبل، كان بيشفت تو ذا وورد. في ريكفري روم دي لازم يبقى فيها اكسجين ماسك واكستندد انتيبيوتيك ثيرابي هو انديكيتد اللي احنا بداناه بروفلاكسز قبل العمليه، وميديكال ستاف هاند ووشنج، والحاجه برضو المهمه بوست اوبراتيف هوسبيتال ستي شود بي كيبت تو ذا مينيمم. لازم نقلل، اول ما العيان يبقى ستيبل بعد العمليه واطمنا عليها، العيان كان بي فولود از اوت بيشنت كلينيك. ما ينفعش العيان يفضل قاعد كده في السرير في المستشفى لحد ما يفك الغرز وياكل ويشرب وينبسط، او لا، اول ما نطمن على العيان يروح ويجي لنا كاوت بيشنت كلينيك فور فولو اب. ده بقى صور اهيت ازاي احنا نعالج، احنا عرفنا نشخصها وازاي نعرف بروفلاكسز. دي صور لبعض الحالات، في ريدنس اهوت وفي سويلنج سوبرفيشال سويلنج، والعيان هيبقى عنده بين وباي اكزامينشن يبقى في تيدرنس وممكن نلاقي ديسشارج فروم ذا وونت. هنا بيقسموه الجريدز لخمسه جريدز بتاع الوند انفكشن. جريد زيرو ده نورمال هيلينج، نورمال هيلينج السكين ما فيهوش حاجه، السبكتيريس ما فيهوش حاجه، الماسك كل اللاير ما فيهاش حاجه، ده جريد زيرو. جريد 1 نورمال هيلينج ويز مايلد بروزنج اور اريسيما، شويه حمار بسيط كده في الجرح لكن ما فيش ديتشارج عندنا، ما فيش سويلنج. جريد 2 بيبقى عندنا الاريسيما ديت زائد ساينز اذر ساينز اوف انفلاميشن. جريد 3 بيبدا بقى الشارج، الجرح نفسه يفتح زي الحاله دي كده، كلير اور هيمو سيروز شارج زي ديت كده، بس ديت بس اللي موجود عندنا الصوره ديت عباره عن بيور بس زي ما انتم شايفين كده، وفي شويه ريدش ديسكاريشن كده، دي شويه بلاد. الجريد الرابع اللي بعد كده بس الشارج ده الميجور كومبليكيشن،
الجيد الخامسة deep or severe wound infection with or without break tissue breakdown. يعني عندنا deep wound infection والتشو واللايرز بتاع الجرح نفسها مفتوحة أو مقفولة. مثال زي ده اللي عنده عامل امبيوتيشن اهوت، شايفين الايدج جابد خالص بتاع المفروض كان السكين مع السكين مقفولين مع بعض باي ستيتش، حصل انفكشن البون ايت، شايفين البون اكسبوزد والماسل اكسبوزد والفشه اللي عليها اكسبوزد برضو، والايدجز بتاع الووند سيبريتد خالص جابد خالص. دي اللي هي جريد 5. طيب خلصنا كده احنا الووند انفكشن، طبعا بنعالجه، بناخد الكالشر، ندي الانتي بايوتيك، ولو الجرح زي اللي فات ده الصوره اللي فاتت ديت فيها نكروتيك تيشو نعمل له ديبرايدمنت ودرينج ودريسنج ريجولار دريسنج، ولو في كوليكشن سبكوتينس كوليكشن او في ديب كوليكشن انتر ابدومينال كوليكشن شود بي دريند. والدرينج يا اما اندر ايمج يعني الترا ساوند جايدد اور سي تي جايدد اور سيرجيكال، نفتح العيان تاني ونعمل له درينج ونحط درين. الكومبليكيشن اللي بعد كده بقى ووند ديهيسنس. الووند ديهيسنس يعني ايه؟ يعني الجابد الجرح فتح اللي هي السوتشر اللي احنا كنا واخدينها خالص فتحت كله، ودوت ممكن يبقى سوبرفيشال يعني ياخد لير واحده او اكتر، او ممكن يبقى ديب او كومبليت واخد كل اللاير. لو واخد كل اللاير زي الصوره الثانيه وحصل برولابس للابدومينال كونتنت زي الباول ديت بيسموها ايفيسريشن. زي ديت ادي الوند اهوت مفتوح وسمول باول برولابست. طب هو بيحصل ليه الوند؟ ليه الجرح بيفتح؟ ليه الجرح بيفتح بتاع؟ الموست كومن كوز الوند انفكشن. ده الموست كومن كوز. السبب الثاني اللي هو المشكلة تكنيكال بقى. مشكلة تكنيكال بقى ممكن يكون باد سيرجيكال تكنيك. يبقى الوند ديسنس نعالجه ازاي بعد ما شخصناه الجرح فتح؟ سواء لير او اكتر نعالجه ازاي؟ برضه نفس القصه، لا اما كونزرفاتيف اللي هو صغير خالص الجرح صغير واخد لير واحده سوبرفيشي يعني السكين بس او السكين والسبكوتينس تشو بس، لكن الماسل كوابتد يعني الماسل لسه ماسكه نفسها. احنا عندنا اهم لير في الوند الماسل. الماسل وانس ان هي كوابتد وماسكين في بعض كويس مفيش مشكله عندنا خالص، لكن الماسل لو فتحت دي مشكله، لان احنا بعد ما بتفتح الماسل تحتها البريتون وتحتيها الانتستين او الابدومينال كونتنت على طول، فبيحصل هيرنيشن. فهو لو الجرح بتاعنا صغير وسوبرفيشال بس يعني واخد السكين والسبكوتينس والمصل انتكت بتاعتنا، ده ممكن نمشيه كونزرفاتيف بقى بميديكال تريتمنت وريجولار ديكس. طيب لو الجرح كبير او واخد اكتر من لير هنا لازم اوبراتيف ريبير. ايفيسريشن ده ايمرجنس، ايفيسريشن يعني الباول كونتنت كل اللاير سيبريتد بتاع الجرح بتاعنا والباول برولابسد لبره. طب هي ليه ايمرجنسي؟ لان الباول وهي برولابسد البلاد سبلاي بتاعها بيبقى امبير ممكن تخش في جنجرين، فعشان كده ايمرجنسي. هنلاقي سيرجيكال اوبريشن على طول وتبقى اكسبلوريشن لان ممكن نلاقي فيه ديب كولكشن. لو جينا مثلا الابدوم بيسموها بيرست ابدوم، لو طبقنا الكلام ده على الابدوم بيسموها بيرست ابدوم، عباره عن بارشر اون كومبليت بوست اوبرف سيباريشن اوف ان ابدومينال ووند كلوجر، يعني لير اور اكتر من اللير اللي احنا قلناه سكين او سبكتينس تيشو اور ماسلز ار سيباريتد ويز اور وزاوت بروتروجن اوف ذا ابدومينال كونتنت. بتحصل عاده في اليوم الخامس لحد اليوم الثامن after the operation we usually suture the deep layer peritoneum and rectus chester through causing a burst abdomen. يعني المسل rectus chester اللي هي المسل بتاعتنا هي دي اللي بيحصل لها separation، فبيبدا يحصل لنا what is called burst abdomen.
انما لو سيبريشن بس السكن والسبكوتينيس تيشو ده سوبرفيشال وون انفكشن عادي خالص. امثله اهي اللي فوق دولت ده هيلث تيشو باول وامنتم وسيبريتد، واللي تحتيها برضو اللي هناك اللي تحت اللي هناك برضو ده هيلث باول وهيلث تيشو ومنتم سيبريتد. الصوره اللي تحت ديت اللي ناحيتي ده فيه انفكشن بقى، والانفكشن هنا هو سبب سبب البرولابس وسبب البرست ابدوم دوت. زي ما انتم شايفين في في سيوتشر اهوت ده ملوش لازمه سيبريتد خلاص، وفي نكروتيك تيشو اللي هي البيضه ديت، وفي السمول باول اهيت عليها بيوجينيك ممبرين ده انفكشن، وفي حاجات بقى جنجلان تيشو السوداء اللي تحت ديت. دي كلها مانيفستيشن اور ساينز اوف انفكشن، وهي السبب في ان العيان دوت جاله بيرست ابدو. نفس القصه هنا برضو حالتين هما في نكروتيك تيشو وجنجلان تيشو في الصوره اللي ناحيتي ديت، والثانيه فيها الباول كفرد باي بايوجينيك ممبرين، والسكن سيبريتد كومبليتلي والسبكوتينيس تيشو والمصر. هاو تو تريتمنت بيرست ابدومن، العلاج بتاعها قلنا امرجنسي ابدومينال اكسبلوريشن، واكسبلوريشن يعني تو اكسبلور الابدومن، كل الابدومينال كونتنت اند ابدومينال سبيسز شود بي اكسبلورد عشان ندور السبب اللي خلى الوند يبقى اوبند. ولو في كوليكشن نعمل له درينج ونحط درين، بعد كده نعمل ريبير للابدومينال وول نفسه باي وات از كولد تنشن سوتشر. تنشن سوتشر دي اللي انتم شايفينها بجهاز وريد كده، ناخد كل اللاير بتاع الابدومينال وول السكن والسبكتينس تيشو والمصل والبروتون على الناحيه دي، ونطلع من الناحيه الثانيه كلهم كده بغرزه واحده. ما ينفعش ليه ناخدهم لير لير زي ما كنا بنعمل في اي عمليه، ان التشو هنا من الانفكشن ايديمتس وفرايبل. لو خدتها لير لو خدت الوول دوت لير لير هتلاقي الغرزه بتاعتك فكت، فلازم ناخد الثلاثه ليرز مع بعض مع حتت من جهاز وريد اهوت وات از كولد تنشن سوتشر، ونحط درين زي في الصوره اللي في النص ديت. نخش بعد كده على موضوع تاني اللي هو بوست اوبراتيف فيفر، ليه العيان يسخن بعد العمليه؟ في عندنا حاجات سيمبل وبسيطه، وفي عندنا حاجات وحشه ممكن فيتال يعني. الحاجات السيمبل لو العيان سخن تاني يوم العمليه مثلا لو جريد حرارته 37.5 دي اكسبتد من التشو تروما نفسها، ممكن العيان يبقى فبراير لو جريد كده في تاني يوم او حاجه. لكن مش كل العيانين بقى لازم نقول لهم انتوا سخنين ده عادي ومش عارف ايه، لازم ندور على الاسباب بتاعتنا اللي ممكن تيجي. في عندنا لوكال وفي عندنا سيستميك كوزز وفي عندنا رير كوزز. لوكال كوزز ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، في عندنا شيست زي الاتاليكتس والنمونيا وبالمونري امبوليزم، العيان يكون جيله دي في تي، العيان يكون عنده لوكال في الوند بقى لوكال كوزز في الوند زي الهيماتوما سيرجيكال سايت انفكشن، العيان يجيله يورينري تراكت انفكشن، العيان يكون جاله كانيولا انفكشن، كانيولا سواء بريفرال في ايده او سنترال، العيان متركب له يعني سنترال لاين، العيان مثلا عامل انستموزز يجيله انستموتيك ليك، دي كلها لوكال كوز. طب سيستميك كوز بقى زي الدراج رياكشن، العيان بياخد اي دواء وحصل له رياكشن، او العيان خد بلاد ترانزفيوجن وحصل له رياكشن. في اذر كوز بقى رير كوز زي سيروتوكسيك كرايسيس مالجنانت هايبر سيرميا فولونج جنرال انستيزيا اند مالاريا. هنتكلم كده عن بعض الحاجات ديت بسرعه، دي تلخيص بس كده. لو اول حاجه الويند ديت بتحصل في البوست اوبراتيف دي، وده بتبقى تاليكتس ونمونيا. الووتر الميه يعني بتحصل في السيرد بوست اوبراتيف دي، ودي بتحصل في يورينري تراكت انفكشن،
والسيرجيكال سايت انفكشن اللي هي الوند بتحصل عادة على الفيفث بوست اوبرتيف داي، والووكينج اللي هي الديفي تيوب المونري امبوليزم عادة بتحصل عند السيفنث بوست اوبرتيف داي. الدراج دي ممكن تحصل في اي وقت على حسب ما بياخد العيان الادويه بتاعته. نتكلم عن الدي في تي. الدي في تي هتاخدوها كموضوع كامل يعني في الجراحه، لكن احنا نتكلم بس حاجات بسيطه كده. ريسك فاكتور، ايه اللي خلى العيان يجي له دي في تي، او نقول العيان ده مور ريسك فور دي في تي؟ انكريز دي اتش، العيان سنه كبير، عيان اوبيز اوبيزيتي، العيان عنده باست هيستوري اوف ثرومبومبوليزم، جاله سي في اي او ام اي او اسكيميا في اللور لمب مثلا. اول عيان عنده باريكوز فين، او عيانه بتاخد كونتراسبتيف بيلز، او في المالجنانت بيشن عموما، او بعض العيانين اللي عندهم فاكتور ميوتيشن، فاكتور 5 ميوتيشن هايبر كوجلابيلتي واورثوبيدك سيرجي. وير بروفلاكسس طبعا زي ما قلنا هو الكورنر ستون اوف دي في تي. هاو تو دو بروفلاكسس، هتاخدوها برضه بالتفصيل الدي في تي ديت، بس هاو تو دو بروفلاكسس فور دي في تي. السن مش هنقدر نتحكم فيه. خلاص. الاوبيزيتي لو هي الكتف اوبريشن ممكن نعمل نحاول ويت ريدكشن قبل العمليه، لو هي عمليه الكتف يعني. طب لو عيان عنده باست هيستوري اوف سي في اي او ام اي او باريكوز فين او بياخد كونتر ريسبتيف بيلز، نبدا ليهم الميديكال بروفلاكسس بتاع الدي في تي. الحاجه الثانيه غير الميديكال ان احنا جود بري اوبراتيف بريباريشن، جود هايدريشن. عندنا العينين لما نقول لهم صوموا ليله العمليه، يصوموا مثلا من الظهر، يتغدى وما يتعشاش لا احنا يكفينا 6 ساعات. يعني على الساعة واحدة كده ممكن ياكل، واحدة بالليل يعني. ممكن ياكل ويشرب عاد، لا هو يتغدى يقول لك أنا اتغديت وصايم بقى عشان بكرة. لا ده العين بيخش في دهيدريش. العين بيخش في دهيدريش وده ريسك فاكتور فور دي في تي. يبقى جود بري اوبرتيف بريباريشن. العين يبقى جود هيدريتد. نبدأ نديله الكيميكال ثيرابي زي الكليكسان كابوفلاكس دوز يعني. ونبدا نلبسه الالاستيك ستوكنج قبل العمليه. اثناء العمليه برضو نكمل ايه؟ هنكمل الالاستيك ستوكنج بتاعنا وجود انتر اوبراتيف هايدريشن لو العمليه هتطول. ما ينفعش العيان يبقى هايدريتد اثناء العمليه بتاعتنا. وبعد العمليه نفس القصه، الحاجات ديت زائد هنزود عليها الايرلي امبيوليشن. نشجع العيان ان هو يتمشى مع السجن. يبدا يتمشى، ولو العيان مش هيقدر زي فراكشر او خلافه يعني نعمل فيزيوثيرابي، فيزيوثيرابي اوف ذا لور ليمب. ده البروفلاكسز ان شورت كده، وهتاخدوها بالتفصيل الدي في تي. ريسبيراتوري كومبليكيشنز بقى دي بتحصل حوالي 15% في العيانين اللي بياخدوا جنرال انستيزيا، موست كومنلي الاتاليكتس والنمونيا. ممكن العيان يخش في اكيوت ريسبيراتوري سندروم وتز افيتال ديزيز اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. جاسترونتستاينال كومبليكيشن عندنا بوست اوبراتيف الياس وعندنا جي اي تي بليدنج. البوست اوبراتيف الياس ده برضه موضوع هتاخدوه في الجراحه لوحده يعني. هو عباره عن ايه؟ عباره عن لاك اوف فانكشن وزاوت ايفيدنس اوف ميديكال اوبستراكشن. يبقى في ميكانيكال اوبستراكشن، العيان عنده ما عندوش بيريستالسيس اوف ذا باول، ومع ذلك هو ما عندوش ميكانيكال اوبستراكشن، يعني اليومن سالك، المفروض الفلويد والاير يعدي عادي خالص، لكن عشان هو ما عندوش بيريستالسيس فده بيسموه اوبستراكشن. ودي نفرقها من سمول باول اوبستراكشن اس بي او، زي في الاشعه ديت كده عندنا ديت كيو بي فلات اند ابرايت او بيسموها اريكت اند سوباين اكس راي بلين اكس راي. بنلاقي فيه هنا دايلاتيشن للسمول باول اهو زي ما انتم شايفين، لكن ما عندناش فلويد ليفل، جاست دايلاتيشن اوف ذا باول. وكمان بنلاقي في اير ان ذا ريكتم في اللي تحت خالص.
بيحصل ليه برضو الالياس يعني في هتاخدوها بالتفصيل الحاجات ديت، لكن هو اهم حاجه العيان ممكن يبقى ديهايدريتد، ممكن يبقى عنده الكترولايت امبالانس سبيشالي هايبوكاليميا، ممكن يبقى فيه سيرجيكال ديب سيرجيكال سايت انفكشن في الون او انتر ابدومينال انفكشن، ده اللي مدخل العيان في الياس. طبعا البروفلاكسس والعلاج بتاعنا على حسب الاسباب ديت. الكومبليكيشن اللي بعد كده كولابس والرابيد جنرال ديتيريوريشن. العيان كان كويس، بدا العيان بعد كده كان كويس وفايق وبيتمشى، بدا العيان يبقى كولابسد، بدا يبقى تاكي كارديا هايبوتنسيف، كونشس ليفل كان كويس وزي بقى ديتيريوريتد، بقى انكونشس خالص، بقى كولابسد، بقى كوماتوزد. طب ايه الخلل العيان كده يتدهور فجاه؟ في كاردوفاسكولار كومبليكيشن، في ريسبيراتوري اللي احنا قلنا عليها قبل كده النمونيا وريسبيراتوري فيريال اند سو اون، وفي سيرجيكال كومبليكيشن وانفكشن وانفكتيف كوزز. وفي ميتابوليك كوزز، عيان دايابيتيك مثلا بيخش في هايبو اور هايبر جلايسيميا، وفي دراج رياكشن. سيرجيكال اند افكتيف كوزز، عندنا هايبوفوليميك شوك وعندنا سيستميك سيبسس. سيستميك سيبسس نتيجه الانفكشن، لوكال انفكشن في از سايت اوف ذا اوبريشن زي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، حصل سيستميك سيبسس من ناحيه. طيب خلاص هايبوفوليميك شوك، ودي ممكن تحصل مننا بعد العمليه، عيان عامل ابدومينال سيرجري في ماينور بليدنج شغال جوه في الابدومن واحنا مش واخدين بالنا، العيان كان كويس وكونشس والرت وضغطه كويس وزي الفل، على بالليل كده بدا ضغطه بقى يبقى تاكيكارديا الاول وضغطه ينزل، خاصة لو العيان ما بياخدش المينتننس بتاعه في فلويد في الاي في فلويد. ودول قد ايه الدياجنوز بتاعها صح؟ قلنا الانفكشن خلاص اتكلمنا عليها قبل كده، الهايبوفوليميك شوك الدياجنوز بتاعها سهل كشوك يعني، ونعرف السبب ايه. لو عملنا مثلا ابدومينال الترا ساوند هنلاقي في ابدومينال كوليكشن، لو شفنا الدرين، لو ما عملناش يعني الترا ساوند وشفنا الدرين هنلاقي بتجيب كميه كبيره، بدل ما بتجيب كميه الاكسبتد بتاعتنا 50 100 كده في اول يوم، لا ده بتجيب 400 500 اكتر، تمام. والعيان ما بياخدش ريبليسمنت للفلويد لوس ده سواء كان بلاد او وات ايفر ذا تايب اوف فلويد. هتعالج الحكايه دي هنتعامل معاها بسرعه، لو في كوليكشن جامد انتر ابدومينال وبليدنج فليش بليدنج ده شود بي اوبريتد اجين. في بعد كده الميتابوليك كوزز زي الهايبو والهايبر جلاسيميا ان دايابيتيك بيشن، في الكترولايت امبالانس زي الهايبوناتريميا والهايبوكاليميا، وفي ادرينال انسفشنسي. برضو من ضمن الاسباب اللي تعمل لنا رابيد جنرال ديتيريوريشن الكارديوفاسكولار كوزز زي الام اي اريزميا بالمونري امبوليزم اند ستروك. في ريسبيراتوري كوزز، العيان ما يفوقش من العمليه فيلر تو ريفيرس فروم انستيزيا، او العيان يجي له هايبوكسيا ديو تو ريسبيراتوري ديبريسنت دراجز، ده اثناء العمليه بياخد ادويه بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن بتدخله في هايبوكسيا. كارديوفاسكولار كومبليكيشن هايبرتنشن، يعني يخش في هايبرتنشن خاصه لو هو اساسا ان كنترول هايبرتنشن ودخل امرجنسي سيرجري، او العيان يجي له اسكيميا اند انفاركشن، ودي عباره عن الليدنج كوز اوف ديث ان اني سيرجيكال بيشن. وطبعا الكي اوف تريتمنت از بروفلاكسيس زي ما قلنا قبل كده، بنعرف من الهيستوري العيان ده كاردياك ولا لا، ولو العمليه بتاعتنا الكتيف يبقى العيان لازم ياخد جود بري اوبرتيف بريباريشن. الاريزميا بقى بيعرفوها عباره عن 30 سكندز اوف ابنورمال كاردياك اكتيفيتي، والكي اوف تريتمنت بتاعنا كوركشن اوف اندرلاينج ميديكال كونديشن. رينال كومبليكيشنز اليورينال ريتنشن، وده كومن عباره عن انابيليتي تو ايفاكويت يورين فيلد بلادر افتر 6 اورز فروم سيرجري.
وده كومن افتر سبيشالي افتر انر سيرجري، وبتحصل اساسا من البين، وعلاجها سهل يعني. علاجها سهل، بين كيلر، لازم العيان بعد العمليه ياخد بين كيلر جود انالجيزيا، ويتحول معاه كونزرفاتيف تريتمنت، لو فيلد يبقى كاسترايزيشن. اكيوت رينال فيلير، ودي زي ما انتم عارفين هي بري رينال ورينال وبوست رينال. الوجوريا هي اقل من 0.5 سي سي بير كي جي بير اور. عندنا بقى الاكيوت رينال فيلير زي ما انتم عارفين بري رينال ورينال وبوست رينال. البري رينال مينلي من الهايبوفوليميا، مينلي من العيان عنده فلويد لوس، سواء كان بلاد او سيرم من البيرن او فلويد والكترولايت امبالانس فروم spinal obstruction whatever the cause should be corrected before surgery. Thermal regulation بقى hypothermia drop of temperature by 2%، يعني حراره العيان 35 فما تحت. دي الديفينيشن بتاع الهايبوثيرميا بتاعتها، وليه هي خطيره قوي؟ لانها بتؤدي الى coagulopathy وبليتلت dysfunction، بتزود الريسك اوف كاردياك events and the blood loss and the need for transfusion، وكمان بتزود surgical site infection. طب ويعني شخصنا تشخيصها سهل يعني فيهوش مشكله، لكن ازاي نعمل بروفلاكسز؟ بروفلاكسز during operation، mainly during the operation. لو العمليه لينسي operation تقعد اربع ساعات خمس ساعات whatever، لازم الفلويد اللي بياخدها العيان، العيان بيقعد ياخد ممكن ياخد 5-6000 فلويد يعني اي في فلويد يعني، لازم تبقى وارم، ما هياش نورمال تمبريتشر بتاع الاوبريتنج روم. في كمان وارم ماتريس خاصة في الأطفال بقى، يبقى في ماتريس كده وارم نايم عليها العيان، مش نايم على ترابيزة العمليات على طول. في بعد كده هايبرثيرميا او بيسموها مالجنانت هايبرثيرميا، دي حاجه تانية غير الهايبرثيرميا بتاع الانفكشن. دي مالجنانت هايبرثيرميا، ده عباره عن اوتوزومال دوميننت ديزيز. ده اوتوزومال دوميننت ديزيز، هي فيتال الحقيقه، بيحصل نتيجه ل في مشكله في الريسبتورز بتاع المصل، كالسيوم ريسبتورز، فالكالسيوم بيخش الخليه انتراسيلور وبيطلع البوتاسيوم بره، فبنلاقي المصل مصل سيلز نفسها بتخش في سستين ديسبازم، تخش في سستين ديسبازم وكونفالجن وريجيديتي وسيانوزز، العام بيخش في سيانوز، اتس ا فيتال ديزيز، يعني ريجيديتي اوف ذا ريسبيراتوري مسلز، فالعام بيخش في سيانوز، اتس ا فيتال ديزيز، وهي عاده بتحصل بعد العملية على طول، يعني بتكتشف أثناء بعد العملية في أوضة العمليات. علاج الدنترولين من 1 لـ 2 مللي جرام بير كي جي، ممكن تزود لحد 10 مللي جرام بير كي جي لحد ما السيمبتومز سبسايد. ده مالجنانت هايبرثيرميا، بشوفنا الهايبوثيرميا حرارة بتنزل أقل من 35، وشوفنا المالجنانت هايبرثيرميا. في بقى other cause other complication adrenal insufficiency، هي مش كومن الحقيقه، لكن هي فيتال، ممكن تؤدي ل sudden cardiovascular collapse، والبرزنتيشن بتاعها hypotension fever confusion abdominal pain. في هايبر اور hypothyroidism ممكن تحصل، خاصه لو العيان سيروتوكسيك ونوت كنترولد ودخل في operation emergency operation، دخل في emergency operation ممكن يخش في cytotoxic crisis. يبقى احنا اتكلمنا كده عن general complication، وقبليها اتكلمنا عن local complication. في بعد كده بقى complication specific لكل عملية، ده مش مجالنا دلوقتي، لكن هنا بعض الأمثلة. عيان عامل gastrointestinal surgery يحصل anastomotic leak، ممكن يحصل bleeding or abscess، ممكن العيان يجيله ileus. عيان عامل بيلاري سيرجري، عامل كولستيكتومي مثلا، ممكن يجيله بيلاري ليك، ممكن يجيله استريكشر، ممكن يجيله جونس. شيست سيرجري اول بالمونري كومبليكيشن. انال سيرجري ممكن يجيله انال ستينوز اند كونتيننس اند سو اون. دي سبيسيفيك كومبليكيشن
لبعض العمليات. كده المحاضرة خلصت. شكرا. أي سؤال؟